من خليتوني وحالف اموت وياكم وبلياكم. ظل هواي عتاب بصدري وظلت كلمة ما انساكم، وطلعت روحي بيوم رحتوا وما قالت بس ايش دعواكم. لقبوه بشاعر الاحساس وشاعر الوطن والشاعر الانيق. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ياسمين. اي اكثر لقب بتحب؟ احب لبيد هاني. لبيد هاني، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. موهوب واستاذ موسيقى وبيعزف على 5 آلات، وفي عندك اعمال قريبا جدا مع لبيد هاني ان شاء الله رح نحكي عنها خلال الحلقه. عامر العزاوي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ابلش معك. أنا حاضر. كيفك؟ الحمد لله مشتاق. بطلت أنت ضيف، تصيرت خلاص من أهل البيت هلأ. والله يمكن أنا أكثر ضيف بسامراء وبكل استوديوهاتها بأربيل وبعمان وبأماكن أخرى. الحمد لله. وسعيد أني أن أكون يعني أحد أبناء هاي القناة الرائعة. أكيد نحن أسعد فيك لبيد هاني. قد إيه بتحس أنه أنت تعبت من مرحلة أنك أنت دائما تطلع بلقاءات تتوجه لك الأسئلة وأنت تجاوب، وبعض الأسئلة ممكن تنزل دمعتك، وقديش حابب أنه أنت اللي تكون مكان الإعلامي وتاخذ حقك منا؟ لا بصراحة مو يعني مو بهالطريقة، بس هو يعني حق الناس علينا أن نرد على أسئلتهم. صح. والناس تحب تعرف عن يعني عن أعمالنا، عن أخبارنا، حتى على الأخبار الشخصية يعني، وإحنا ملك الناس بالنتيجة. كثير فضوليين إحنا الإعلاميين. الله يستر منكم. بس ما بقى، يمكن هاي من المحبة لبيد. أي حدا بحب شخص بحب يعرف عنه كل شيء شخصي من الجانب الشخصي. بالضبط. بس لا ما شاء الله يعني أسئلتكم حلوة وأنا مستعد لأي إجابة، يعني ما شاء الله كتاب مفتوح، يعني ما عندي أي شيء. الله يعني ولذلك ما أقلق من الأسئلة. حلو. طيب لبيد، أنت كنت ضيف مع الزميل أحمد هندي ببرنامج توارد، وكانت حلقة جدا رائعة. صح. وضربت لموقف صار بالحلقة، بصير نشوف. يلا يلا. مشتاق لها او محتاجه الشعر اطالع صورتك بالبيت، اطالع صورتك بالبيت، ذكرت ايامك وحنيت، أحاكي الصورة وابجيلك وسولف لك وغني لك، وحق فراقك انذليت، أخلص الليل بالقوة ويل فراقك السوى، ذكرتك وانهدم حيلي، صفقت ايدي وصحت ويلي، أموت اليوم إذا ما جيت، هو حق فراقك انذليت. عنك الشاعر الحزين، بكفي الشاعر الأنيق وشاعر الإحساس، أوكي؟ كلها نعمة. قدي مضى على الاستضافة بتوارد؟ يعني راح يصير تقريبا سنتين. سنتين. راح يعني بعد إن شاء الله يعني أتوقع شهر الثالث 2015. مرق سنتين. لسه بتعيش نفس الإحساس لما بتلقي هاي القصيدة؟ يعني هي إلها إلها حدث معين أو قصة خاصة؟ هي كل يعني بصراحة هذا الموضوع أخذ مني أكثر من قصيدة، يعني آثار خطوات أيضا قرأتها معاك في حوار سابق، وإيش دعواكم، وعدة قصائد يعني. وهو كل شعر يعني، حتى من أكتب للوطن أكو لمسة من هاي القضية يعني. حتى لما بتكتب للوطن لازم بكل شعري أكو لمسة لهاي القضية يعني. أها. لأنها هي أصلا موجودة داخلك يعني، لأنها حية داخلك. شو ولا هو يعني هي مرحلة، هي مرحلة وراحت، لكن آثارها صعبة تروح. صعب. قد ايه بتحس حالك انك تخطيت هذا الموضوع؟ ما اعرف.
لسه احيانا احس نفسي خطيتها 100% على لحظه ارجع عشت. ما هي طول ما هي الصوره بالبيت وبقايا العطر بالسياره وهاي الامور كلها موجوده مش راح تقدر تتخطى، بس انه الحمد لله يعني راجع الابتسامه بقوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني شوفي محبه الناس وتواصل الناس والنجاحات المستمرة والخطوات اللي جاي نقدمها والأغاني جاي نكتبها والقصائد والموسيقى وكل شيء جاي نشتغل، يعني يعني كله يخلينا أحيانا يطلعنا من هذا الجو. يعني صح، هي يمكن هاي القصة اللي شوي كمان لبيد هاني يعني انتشرت بمساحة كتير كبيرة. يعني أنا مبارح بالسوشيال ميديا لما نزلت إعلان استضافتك حضرتك وأكيد عامر العزاوي إنه اللي صارت معاه القصة كذا كذا كذا، هو مو الناس يعرفون لبيد هاني الشاعر ويشوفوني بالحوارات يشوفون أعمالي، بس ما كان الناس متوقعين إنه أنا كنت عايش في كم كبير من هذا الحزن وقضية يعني ممكن نوصفها مأساوية يعني. صح. فمن طلع هذا اللقاء وصار هذا الانهيار المفاجئ يعني صارت صدمة للناس. صح. يعني إنه معقولة وأنا معروف عليه مبتسم دائما يعني. حتى من صار عصبي وجهي مبتسم. طيب قل لي قدرت تكتب بعديها قديش مثلا هاي المواقف الحزينة السعيدة المفاجآت اللي بتصير بالحياة بتساعد الشاعر انه يكتب او الملحن انه يلحن؟ حوجه لك السؤال لك اول. الحالة العاطفية تنعكس 100% على اي عمل ابداعي. صح، بتفرغ من خلال هذا العمل حتى لو ما كنت تقصدين التفريغ من خلال العمل، لكن هي تنعكس سواء على الملحن او الشاعر او حتى الممثل او حتى. صح. المسرحي لازم الحالة العاطفية تنعكس على العمل الإبداعي. وبعدين بعد ما تمرق هاي الفترة وترجع تقرأ شو كتبت أو تسمع شو لحن بتقول يا ربي أنا قديش أبدعت. بالضبط. أنت تعرفين أنا أحيانا هو اللقاء مال التوارد لما أشوف أقول معقولة هذاني شون شنت بهاي الحالة شنت يعني ما شنت يعني شون واحد إنه ما يعرف شنو اللي يصير يعني ما أعرف يعني سمنا أشوف نفسي أقول معقولة. هي أنت لما كنت بتوارد كانت لسه الحادثة جديدة؟ لا لا هم كان لها سنوات بس ما أعرف. تحياتي صديقي شاعر أحمد هندي. أكيد إحنا يعني عرف شلون يعني. صح. يعني بس وفائك حلو يدير الحوار. الحمد لله على الحمد لله. قد هاي المواقف الحزينة أو السعيدة تنعكس عليك عامر لما بدك تلحن؟ طبعا تأثر هي بشكل عام أكيد. يعني الحالة النفسية راح يكون فرحان أو يكون حزين يعني مثل ما قال لبيد. صح. يعني مثلا إحنا نجي عليها بالتلحين يعني كل مقام بالموسيقى يعني إلا فد طور أو لون معين. إيه فنحاول يعني شلون نقسمها المقامات على الحزن أو على الفرح أو حسب. صح. الحالة النفسية الداخلية. شو هن الخمس آلات اللي بتعزف عليهم عامر؟ أعزف عود وكمان وجيتار وبيانو أورج يعني والبزق التركي يعني. حلو. يعني هاي بدها حلقة عامر. أكيد إن شاء الله. تسلم لعيونك عامر. وبرضو السؤال إليك لبيد. ما بعرف هو قد يكون رأي شخصي يعني أنا بحس آلة العود كتير حزينة وكتير بتحب تكون وحيدة وما بتشبه حدا من صحباتها من باقي من باقي الآلات الموسيقية. صح. صح؟ ليش يعني هي انطوائية ولا هي شايفة حالها؟ مو كلش حزينة. لا هي آلة شرقية طبعا. بالأصل يعني حسب واحد يقدر يطلع بيها الفرح يقدر يطلع بيها الحزن هو حسب يعني مثل ما قلنا الإنسان وبداخله يعني يقدر يعزف بيها حزن يقدر يعزف بيها فرح. يعني نفس الشيء الكمان معروف عليه أكثر شيء حزين الكمان والناي. صح. أي فيعني حسب كل إنسان وحالته. صح. يعني يصفها. هي من الآلات اللي لما تطلع من برا الأوركسترا أو تطلع من برا الفرقة الموسيقية بتقدر إنها تتوحد لحالها يعني. صح. بحسها إنها هي بتأخذ كل الجو. صح. لأنه بتقدر تكون مع أي مود. آلة رئيسية طبعا. هي بالموسيقى. حلو. يعني على أساسها أكثر الألحان طلعت. حلو. عم تتنسى ولا لسه في يعني إبداعات على العود؟ لا أكو إبداعات طبعا. طبعا والإلكترونيك في طبعا أكيد. يعني أسأل همان وأصدقائي مجد نعوم صديق عازف بيانو وجه له تحية طبعا. تحياتنا المجد الرائع. أي رائع. فأدنا إن شاء الله أعمال هسه هالفترة بس يكمل امتحانات راح ننزل أعمال تراثية بس نصيغها بطريقة حديثة. حلو حلو. يعود وبيانو دمج شرقي غربي. غربي خلينا نحكي على الغربي. آلة العود محبوبة ولا هي شرقية أكثر؟ لا هي شرقية بحتة 100% طبعا. حلو. بس تطلع بيها معزوفات غربية طبعا عادي. حلو حلو كتير. طيب حتى وانتو مبسوطين لازم الشاعر العراقي يكون حزين. ليش؟ هو هي البيئة. صح. يعني اكو بيئة تطلع شخصيات دائما مرحة دائما فرحانة واكو بيئة تطلع الحزن يعني هسه ولذلك يختلف لون الفن من منطقة الى اخرى.
يعني يختلف انواع الرقصات من منطقه الى اخرى يعني من تسمعين الفن الحلبي او القدود الحلبيه هي تختلف تماما عن الفن العراقي او عن لان هي البيئه تختلف الجبلي يختلف عن منطقه الاهوار والنهر والسهل يعني فهي يعني الفن نتاج بيئي هلا اوكي يعني يمكن المجتمع العراقي باقي او غير عن باقي الدول شوي عاش شوية ظروف بتخلي شوي شوي عاش ظروف بتخليه حزين بس يعني حلت نفك شوي يعني حلت لا هي حتى لو كان العراق اسعد بلد بالعالم فتبقى الشخصيه العراقيه منتميه الى شجن معين هي نزعه الحزن موجوده بداخل كل بالضبط. انسان فنان عراقي معناه بتحبوا الفرح بتحبوا الانبساط بتحبوا السهر والى اخره الشعر والفن والغناء والمسرح يعني بس حلو. تبقى هي هاي الشخصيه العراقيه شخصيه شجية صح حتى نفس الشيء بالنسبه للموسيقى ولا نفس الشيء طبعا يعني معروفين العازفين العراقيين الموسيقيين اكثرهم بالعزف الحزين يعني بنقعد انا واصدقائي مثلا مو عراقي شويه عراقي حزين شويه مقام حزين شغله حزين هو العمل المو حزين العراقي ما يحبه طبعا ما ينجح يعني اي يعني سمعي اي عمل مثلا فرايحي لاي مستمع عراقي ممكن يتذوقه بس سمعي اغنيه حزينه بس يعشقها مو يذوقها مش بايده هي تطلع من القلب يعني يعني يمكن طبعاً. يمكن زي ما انت حكيت هي بترجع لطبيعه الشخص البيئة المواطن البيئة. هو اي شخص اي انسان بالعالم هو نتاج بيئه شخصيته طبعاً. سلوكياته ذوقه هو نتاج بيئه فالبيئه العراقيه احنا نتاجها الحمد لله بتصريح لك باحدى اللقاءات التلفزيونيه شو قلت من الصعب جدا انه يكون الشاعر العراقي مميز لانه نحن بوسط مليء بالشعراء العراقيين واللي مميزين وصف اول فعشان هيك واحد عشان يكون مميز انا شكلي طلعت برا السؤال لا لا شكلك كانت تصريح لا لا انا قلت انه من اصعب الامور بالعراق انه الشاعر يكون ناجح ومشهور لان الشعراء كثير بالعراق والشعب العراقي كله قاطبة متذوق للشعر صح فبصعوبه يكون شاعر متميز او يكون نجم او يكون لامع بالعراق لان انت كل شعراء لامع ومتميز قديش اخذت منك أشكرك. وقت وجهد كثير كل العمر لانه ما بيوصل واحد لمرحله انه بقول خلاص انا وصلت لمرحله من التميز يلا بدي اوقف دائما في اكثر هو ابديت الحياه ابديت الفن ابديت الشعر ابديت القراءه السماع الاستمراريه طبعا الاستمراريه صعبه كلش الحفاظ على المستوى وشلون اعبره لمرحله متقدمه هاي كلها يعني تحتاج جهد جهد عقلي وجهد فكري يعني مو بسيط حلو دائما نحن اوقات بنختلف بين القصائد الشعريه المغنى والقصائد غير المغنى ما بنعرف نفرق انا ما بعرف افرق بناء على شو بتقول هاي مغنى وهاي لا وهاي تصلح ان تكون مغنى وهاي لا شوفي هو ماكو بالاصل ماكو شيء اسمه قصيده واكو شيء اسمه قصيده غنائيه اكو قصيده لحنت وغنيت مجرد ما نعطالها لحن خلص بالضبط يعني مثلا البنفسج قصيده كبيره كتبها استاذنا الشاعر مظفر النواب الله يعطيه الصحه هو كتبها قصيده منشوره في ديوان لما شافها الملحن الكبير الراحل طالب القرغلي الله يرحمه اعجب بالقصيده لحنها وغناها الفنان الكبير ياس خضر النواب ما كان قاصد ان تغنى وبمرور الزمن من صارت الاغنيه اسهل واسهل صار الشاعر يكتب هذا النص ليكون اغنيه طب هي سوري قطعتك من البدايه لما هو كتبها مش على اساس تكون مغناه ونعطالها لحن بيتغير عليها شيء اكو قصيده مغناه ماكو نص غنائي هسه يعني من صارت الحداثه وبدت تتطور صرنا نكتب هذا النص ليكون اغنيه وليكون قصيده هسه الفرق اللي انت تدورين عليه انه للاغنيه يكون المفرده اسهل والمعنى اعمق عشان لتكون سهلة أغنية. التداول نعم. بس بالقصيدة لا القصيدة ساحة مفتوحة ممكن أجيب بيها مفردات براحتي ممكن تكون صعبة بالتنوع ممكن تكون أستخدم بيها أدوات معينة بالأغنية الأدوات محدودة يعني هذا الفرق طيب يعني الهيكلية بصورة عامة أيوة أنا بحس أنه أي شاعر إذا كتب قصيدة شعر إلى آخره وإن ما ألقاها بطريقة صح أو حلوة رح يقتلها واحد واذا انعطت لحدا غيره يقراها برضه راح يقتلها لانه طبعا. الاحساس يعني هو طالع من جوا يعني هو اصل الشعر يقرا على فكره يعني الشعر في ناس بالاصل لما كان يقرا شعرهم بي 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 لا لا اصل جمبرو. الشعر يكتب ويقرا بمرور الزمن صار الشعر يسجل ويسمع
يعني بعدين صار الإلقاء. يعني كان زمان مش مطلوب من حدا انه يلقي، انتو هاي البداية، بالبداية قبل بالعصور الأولى. هسه لا، يعني الآن الشاعر صار مطلوب منه أن يلقي. هسه طريقة الإلقاء هي اللي راح توصل القصيدة للناس. صح، بس في ناس لما بتلقي شعرها بتوصل القصيدة طبعا. اي طبعا، واكو من عند القصيدة ضعيفة لكن بإلقاء قوي، إلقاء قوي يوصلها بشكل يحبب الناس فيها طبعا. أكثر طبعا. قديش العود بيساعد بالإلقاء؟ قديش بيعطي روح للقصيدة؟ الله ينعش القصيدة بالذات دائما يعني عدة مرات كان هو أستاذ عامر يعني الله يسلمك، فحتى عرف يعني شريد وأنا أعرف وش راح يسوي. إحنا لسه ما عرفنا شريدين، سمعونا شي ينعشنا. يلا أسمعك قصيدة لأول مرة تقرأ يعني حضرتك شو البرنامج سكوب يا جماعة. نرجو المعذرة. سلام عليك. أوكي. قصيدة اسمها نرجو المعذرة عن بغداد. تقول نرجو المعذرة، نرجو المعذرة بغداد خجلانين، نرجو المعذرة بغداد خجلانين، شقد متنا ونموت ونشعر مقصرين، لا تقهرش قطعنا السود على الحيطان، احنا نموت لجلك خاطر تعيشين، سلام الله عليك وعلى الحنين البيج، يلب نص الحزن وبشوفنا تفرحين، انا بروحي سؤال سنين عاش وياي، يا روح العراق شو وقت ترتاحي، من نشتاق اود الروح بالموجات، وحن والقاك مثلي واكثر تحنين، بينا جروح يا بغداد ما تنقال، وننسى جروحنا وندعي لك الطيبين، بينا جروح يا بغداد ما تنقال، وننسى جروحنا وندعي لك الطيبين، اللي يحبون غنوا لك وفرحوا بيك، ومنتظرين يمتى وياهم تغنين، سلام الله عليك وعلى الورد والياس، ونوارز دجلة لو غنت على الجرفين، سلام لكل درابين المحبة البيك، شوارعنا ومتاحفنا وتعب لسنين، وعيون البنات ولهفة العشاق، وشكلية الفرح لو مروا معرسين، احنا نطينا كل اعمارنا نداريج، لكن بيج لا والله ما منطين، لكن بيج لا والله ما منطين. يعطيكم العافية وشكراً على الحصري. الله يعافيك. باعتقادك أكيد سؤال إلك ولا عامر، شوارع بغداد نسيت الحب؟ لا لا طبعاً، ما زال الحب والجمال والغناء والمسرح وكل الجماليات تملأ بغداد وشوارعها ودرابينها وعلى جروف دجلة، وما زالت بغداد جميلة. بغداد وما اشتبكت عليك لأعصروا إلا ذوت ووريق عمرك أخضر. بس غصت بقلبك السؤال، قلت لي لا، لأنه لازم يكون في لازم أرفض بغداد. لازم أرفض، ما أقدر لو بعد الحين. لا لا، بغداد هي مدينة للشعر وللغناء وللحب، مدينة السلام أصلا. بالضبط مثل ما قال، يعني بغداد هي مدينة مهما كان الزمن قاسي على بغداد تبقى هي بغداد. صح. بدنا نغني للسلام قريبا، بدنا نغني لبغداد، بدنا نغني للوطن العربي، بدنا نغني للحرية. خلاص تعبنا والله. شوفي، كتبنا للسلام وكتبنا للحرية وغنينا للسلام ونجحنا بدليل احنا موجودين طبعا، بدليل احنا الان نعزف ونغني. صح. ونقرا والاعلام. صح. وما زال كل شيء جميل، لكن يعني هي مرحلة وتروح. صح. يعني هو هي الحياة مراحل، والعراق يعني متعود. صح. منذ الأزل أنه دائما تجي مرحلة صعبة وتروح، وتجي أجمل. صح. وتجي صعبة وتجي أجمل. صح. يعني ما هي طبيعة البلد، يعني هذا قدرنا. هذا قدرنا نحن، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بالوطن العربي شوي مرينا بظروف صعبة كتير، لكن دائما في عنا أمل أنه إحنا رح يجي يوم ورح نغني للحب. هو شوف، هو لازم يكون الأمل موجود داخل الإنسان مهما كان، يعني لأن هو الأمل يصنع النجاح. صح. قد ايه دوركم ودور
دورنا بالظهور على الشاشة صعب لحتى نحن نوصل رسالة السلام ورسالة المحبة بين كل الأطياف بالشعب الواحد. يعني بنسبة عالية جدا. يعني بقدر ما يكون هناك عنف وهناك إرهاب لازم إحنا يكون قدرنا بالسعي للسلام أكبر. ننجح؟ مليون نجحنا مو ننجح ناجحين. يعني بدنا أكثر. خلص هو تحدي. يعني بتوصل فكرك أنت هلأ لما أنت بتكتب وبتحكي وبتغني لبلدك ولأرضك بتوصل الناس. نعم بتوصل بتوصل. هل أنت اسمع أي أغنية وطنية بتحس فيه بثورة جواتك؟ بالضبط هو هذا دليل نجاح العمل الوطني. يعني أنت تقولين بدأ تحس إذا أنا بعدني موجود. إذا العمل نجح إذا أنا سمعته إذا وصل. حلو حلو. شو التعاون المشترك اللي راح يصير قريبا؟ والله طاني نصوص غنائية يعني إن شاء الله حابين نقدمها. يعني ما نحب نعلن أنا حاليا. حقيقة عامر ملحن رائع. الله يسلمك. يعني هو أستاذ موسيقى الرجل وموسيقى وملحن رائع وعنده ستايل خاص وعنده لون خاص. فأكو هناك يعني مجموعة أعمال لحنها عامر وقدمتها لمجموعة نجوم مطربين وإن شاء الله بيها أعمال قيد التنفيذ وأعمال. رح نقدر نسمع أسماء هلأ ولا لسه في تكتيم على الموضوع؟ لا هو مو تكتيم بس من يتنف يعني العمل ينزل نكون نحكي بيه مرتاحين يعني. خلاص معناها إلنا لقاء ثالث إن شاء الله. أكيد إحنا وعامر وإنت لبيد إن شاء الله. قديش لازم وفرض علينا إنه نحنا نعطي ثقتنا لروح الشباب بإعطاء الألحان وبإعطاء الكلمات لأنه مثل ما أنت قلت في أبديت بالحياة. بالضبط. حتى الفن بيتطور وحتى في روح شبابية لازم تكون بالفن وبالكتابة وبالنصوص. قديش نحن لازم نعطيهم ثقتنا؟ شوفي رسالة السلام اللي حكيت عليها إعطاء الثقة للشباب هو أولى أساسيات رسالة السلام. حلو. لأن حتى يستمر يعني مثلا خلص راح فلان أكو وراء واحد هذا لما يجي مدعوم يجي جاهز استمر قدم رسالته يدعم الشاب اللي يجي بعده. حلو. يعني هو هذا الابديت اللي هو هاي رساله السلام ايش لازم تصير. صح. وعلى كل الاصعده ليس فقط في الشعر والموسيقى الرياضه والمسرح وكل الاعمال يعني. طبعا بس عامر هذا لا يعني انه نحن ما نعطي اعتبار واحترام للجيل يلي قبل لانه هم اساتذه. فقديش بتتعلموا منهم؟ نتعلم منهم اكيد. نتعلم من اخطائهم نتعلم من الاعمال الصحيحه نتعلم كل شيء منهم اكيد. حلو. يعني اساتذه يكونوا لنا مرجع. حلو كل شيء. حلو كتير. أنتم مشرفينا بالبلد. أهلا وسهلا فيكم. وإلك فعاليات بالأردن؟ أنا شاركت تقريبا بكثير مهرجانات بالأردن. يعني من مهرجان جرش إلى شبيب الدولي إلى مهرجان خالدية الدولي. كنت بمهرجان جرش؟ إيه أكثر مرتين كنت. ترى في كثير صفات مشتركة بين الشعبين الأردني والعراق الحمد لله. طبعا. هي حب الشعر حب الأغاني العراقية حب الدولمة كثير بيحبوا الشعر وفي مستمعين للشعر. قديش الوسط الأردني محبته للشعر خدمتك في وجودك إن كنت بشكل كبير يعني بصراحة بإرادتك أو مغصوب على وجودك؟ شوف أنا لاحظت شغلة انه الفن العراقي بصوره عامه يعني كشعر وكمسرح وكموسيقى وكغناء يعني ما يشعر بغربه بالوسط الاردني. صح. يعني الوسط الاردني متلقي للوسط العراقي بصوره عامه. حلو. فما ما ما كنا صعوبه يعني يعني بالعكس كان المتلقي الاردني جدا مستمتع بيني. يعني حتى على المفرده احنا احيانا نقول المفرده العراقيه سوري قاطعت المفرده العراقيه صعبه لكن على المتلقي الاردني صارت يعني حتى هلا صار كلهم يحكوا يعني من حبهم للهجه العراقيه صار الكل سماع الاغنيه العراقيه صار الكل يحب اللهجه هاي ويستسهلها. هذا السؤال اللي بدي اسالك اياه انه قديش بتحس انه اي حدا بالوطن العربي بيغني اغنيه عراقيه بتنجح من قد ما في مستمعين؟ يعني انا شو دائما سوري قبل ما تحكي بقول المجتمع الفني العراقي كتير كبير بحس لما انت بدك تحضر اي شيء دراما او اي شيء بخص التمثيل من قد ما في بالوسط العراقي ما عندك مجال تحضر شيء عربي من قد ما في عندك مطربين عراقيين بدك تلحي عليهم ما عندك يعني. صح. فحلو هذا شوف هو الفن العراقي دائما يعني منتج يعني حتى اصعب المراحل اللي مرت على العراق يعني في فتره الحصار اللي هي اقصى مرحله على العراق كان اكو انتاج درامي انتاج غنائي انتاج مسرحي. حتى هسه الان البلد يعيش بحاله تقشف لكن طبعاً. اكو انتاج يعني الفنان العراقي يحارب الظروف دائما. حلو. طيب مخرجنا العزيز احنا في معنا وقت نروح نحضر امسيه كانت للبيد بالاردن من مشاركاته قبل ما ننتقل للفقره التفاعليه. خلينا نشوف. حيل صرخت لا يهمكم فدوى العيون العراق ويرجع الطف من جديد وهم يمدلها ذراعه
وكلها تتفرج عليها وكل دقيقة تقوم ساعة. الله أكبر يا عراق، وهيش عندها لك شجاعة. سالم سالم يا وطن واسم الله ما تلاح، سالم يا وطن واسم الله ما تلاح. أشباه الزلم شتلاه بزنودك، لا يهمك حزن على الموت متعلمين، نفك صدور من تلقى بارودك، وبعد بينا زلم برواحة تناديك ورود وانت تعرف تقطع ورودك، بعد بينا زلم برواحة تناديك ورود وانت تعرف تقطع ورودك، دوس القاع واصرخ زلم محتاجين، وشوف بقدرة الله تخضر جنودك. وحق ارواح اهلنا وشوق الامتانين، ابونا ولو حكينا نسولف بزودك، وحق زهرة شباب الراح بالرجلين، وحق عمر الخسرته وضاع بوعودك، غصبا عن نذل لما يجي حاكيك يبوس ايدك قبل لا يبوس خدودك. شيء كتير حلو صراحة لبيب. أيضا عامر كان في لك مشاركات بالأردن بين المسارح الجامعية. شاركت طبعا جامعة البتراء، سوينا أسبوع شعرية كان متواجد به الشاعر لبيب هاني أخوي. حلو. وشاركت مهرجان صيف عمان اللي صار العام الماضي، شاركت بمهرجان الفنون الأول للثقافة بجامعة عمان الأهلية. حلو كتير. ايوه شاركت همين بعمان الأهلية المسرح الأرينا، هم مهرجان الشعر الشعبي العراقي، هم ويا شعر اللي بيتاني كتير حلو. وكان في حضور كتير أنا متأكدة، لأنه طبعاً الوجود الجالي العراقي أيضا أكو كبيرة. سوينا بالسفارة العراقية السفارة وقفة. حلو. طبعا نشكر سعادة سفيرة العراق في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة صفية السهيل، تحياتنا لها. قدمت أمسية كبيرة جدا ووقفة عراقية مع القوات الأمنية العراقية ومع النازحين. كانت هناك بها فقرات رائعة حقيقة في مبنى السفارة العراقية، وكان مهرجان كبير جدا. أيضا كان عامر وفرقة موسيقية زملاء عندنا، زملاء بنات وشباب، قدموا أغاني حلوة، قدموا أغاني تراثية عراقية، وأيضا أنا قرأت. فكانت أمسية من أروع الأماسي اللي أنا اشتركت بها بحياتي. يعني حلو، شكرا كثير لوجودكم معي، كثير استمتعت، ما حسيت بالوقت صراحة، من أروع اللقاءات صراحة، انبسطنا فيكم كثير كثير. والله بتمنى إني كنت خفيف الضلع. والله يا رائع ما شاء الله، هاي الابتسامة حلوة وكل الكادر الحلوين ما شاء الله، يعني والله سعيد. يعني أنا معودة الجمهور دائما إنه أنا أختم، فخلص زهقوا مني، بدهم يختموا معكم اليوم، شكرا تسمعوهم. وبنختم برنامج استراحة الظهيرة، بتلاقوني يوم السبت بحلقة جديدة معي أنا ياسمين خريشي. إلكم الجو. تالي السهر، تالي السهر والتعب جازوني بس بالجرح، لملم أوراق المضي يا قلبي لا تنفضح، القمر لون انخطف وبردت لهفتي، وأحس ما لحق على الصبح، ويا قلب رغم الجرح أذكرهم وأختنق، شمعاني إلهم كنت أرتاح من احترق، لا تقل لي هم خسروا كذاب أنا خسرت، وعيوني بس البجن وخانوك وانت الوفي، يا قلب والله زمن فاتتني ما حسبت، أنباع برخص ثمن وبكيت بس اش نزل، شن روحي فوق الوجه.